من كل عقلك بدك تتجوز وحده مثل هي اهبل؟ ماما سلوى بنت كثير منيحه. ولك هي البنت بدها تنصب عليك وتشلحك مصاريك؟ خالته انا مستحيل فكر بفارس هيك. ماما والله العظيم الكلام اللي انت عم تحكيه غلط. وينك؟ انا مستحيل وقف معك بهذا القرار، فهمت؟ ايه بس يا ماما انا بحبها وبدي اياها. ولك شو القصه؟ تحدي؟ عم تتحداني؟ ماما معاذ الله انا ما بتحداكي، انت عم تجبريني اعمل هيك. وانت؟ انت بتعرفي بقصه مرضه لفارس؟ ايه بعرف، فارس ما بيخبي عني شيء. ما عم صدق. غباء غباء. لك ماما بوس ايدك بوس ايدك، هدي هدي، خلينا نحكي على رواق شوي لفهمك الموضوع. ولك رواق شو؟ رواق شو اللي عم تحكي عليه؟ ليش انت خليت فيها رواق؟ مالي عم صدق شو صاير لك؟ ولك يا ابني انفضوا لمخك انفضوا. يعني هذا كله لاني مريض وانت مقتنعه انه ما في بنت تحت حدني تقبل فيني؟ لا حبيبي مو هيك القصة. هاي البنت تعرمطت فيك لأنها بتعرف إنك مريض وطمعانة فيك وعم تستناك لحتى تتجوزك وتموت وتهفل مصاري، فهمها؟ لك أنا أول مرة بشوف أم بتحكي مع ابنها هيك. فارس صح أنا تعلقت فيه أكثر وقت عرفت بمرضه، بس مو مشان قورته مثل ما عم تتفضلي. أنا حبيته لفارس لأنه عرفته قديش هو إنسان قوي بحب الحياة ومصمم يعيش رغم ظروفه ووضعه مع البنت اللي بحبها. حبيبتي أنت على مين عم تلعبي؟ هذا حكي المراهقين اللي عم تقليلي إياه ما بتقدري تضحكي علي فيه. بس يا خالي أنا مالي مراهقة، أنا بنت خريجة جامعة وفيني من العقل الشيء اللي بيخليني اختار الشخص اللي بدي إياه وكفي حياتي معه. اسمعي شو بدي أقولك وليه؟ هذا ابني أنا صار لي فترة عم حاول أخطب له وجوزه بس هو كان رافض. قلت لحالي يا بنت اتركيه على راحته، خليه هو ينقي البنت اللي هو يحبها وتحبه ويكمل حياته معها، بس مو مشان تجي وحده مثلك نصابه تضحك عليه؟ لا لهونه بس، انا ما بسمح لك تحكي معي بالطريقه اللي عم تحكي معي فيها. ليكي انا وفارس بنحب بعض وبدنا بعض، عجبك تقتنعي منيح ما عجبك تصطفلي. انا شايفه انه ما عاد في لزوم لموافقتي. طالما انت قررت خلاص خذها انتعي براسك وتصطفل منك إلها. شو؟ بأنو مستشفى انت؟ لك يا فارس ليش ما حكيت معي؟ طيب يلا 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 رح بدل ثيابي واجيك. يلا يا رب دخيلك يا حبيبي يا ابني، يا رب تعافي وتشفي وتنظر له بالشفاء يا رب العالمين. دخيلك يا الله دخيلك، منين اجتنا هالمصيبة؟ شو عم يصير معنا؟ يا رب تعافي وتشفي يا رب دخيلك. ولي عرفاني شو بدي اعمل. رح يفيق، انا متأكدة انه رح يفيق لانه هو وعدني انه يضل منيح. لك أكيد بدك ياي فيه مشان تلحقي تتجوزيه وتكوشي على كم ليرة من حواليه. لك أنت شلون بتفكري هيك؟ لك ليه ما عم تصدقيني أني أنا بحبه لفارس؟ ولك أنا ما حبيتك أبدا، وشك شئم، وشك مو حلو عليه من وقت ما تعرف عليكي، وما في مصيبة إلا أجتنا بالآخير. ليكو هلأ ملحوش بالمستشفى لا من تمه ولا من كمه، بس إن شاء الله تكوني انبسطتي. مرحبا. أهلين. طمنينا دكتورة. بصراحة الأطباء أجمعوا على ضرورة إجراء عملية سريعة للسيد فارس. طيب طيب ليش العملية؟ ما كان وضعه منيح؟ للأسف يا مدام الكتلة كبرت براسه والعلاج ما عاد له طعمة، لازم نشيل الكتلة بأقل الأضرار، هيك الصور والتحاليل بتقول. طيب شيلوا للكتلة، عملوا العملية، شو عم تستنوا؟ بصراحة العملية ضرورية كتير بس شو؟ لازم توقعوا على مسؤوليتكم الكاملة لإجراء العملية، يعني العملية صعبة وحرجة كتير، لا تنسوا إنه هي عملية بالراس يعني مو سهلة منوب. لحظة لحظة، يعني العملية مو مضمون نجاحها 100%؟
ما في شيء مضمون. شو هالحكي؟ طيب وإذا ما سويناها؟ إذا ما سويناها نسبة الخطر على حياته رح بتضل نفسها، لأنه الكتلة كل ما لها عم تكبر وتأثر على دماغه. يا ربي دخيلك، شو بدي أعمل؟ شو بدي ساوي؟ منين إجتنا هالمصيبة؟ شو أعمل؟ ساوية. نعم؟ دكتورة عم قلك ساوية. لك أنت شو دخلك؟ دكتورة أنت عم تقولي إنه العملية خطر على حياته. على القليلة بالعملية بيكون عنا أمل إنه يعيش، إذا ما عملنا العملية ما عنا أمل إنه يتحسن. وأنا هيك رأيي كمان. طيب قديش بده يضل تحت العملية؟ بصراحة العملية دقيقة كتير، يعني ممكن نطول، بس إذا موافقين تساووا العملية لازم تدفعوا المبلغ. ندفع شو؟ تكاليف العملية يعني، ولو جزء من المبلغ. طيب وقديش التكلفة؟ هلأ إذا بتحبوا بتطلعوا على كافة الإجراءات عندي بالمكتب، تفضلوا. بالإذن. الحمد لله العملية نجحت. الحمد لله، الله يبشرك بالخير. الحمد لله يا رب. الحمد لله. وأيمت فينا نطمن عنه؟ بس لحتى نتأكد من التحاليل والصور إنه ما في خطر على حياته، بعدين هو لهلا لسه تحت تأثير البنج. بالإذن. تفضلي دكتورة. شكرا. انت هلا احملي حالك وانقلعي من هون، ما عاد في لزوم لوجودك بحياه ابني. انت شو عم تحكي؟ لوين بدي اروح؟ مثل ما شفتي ابني بح، ما عاد معه مصاري. شفتي قديش تكلف على مرضته، والمصاري اللي معه كلها بيصرفها على مرضه. يعني انت ما عاد لك لزوم. اذا كنتي طماعه وبدك مصاري روحي لاقي حدا تاني، ابني ما بينفعي. فهمتي؟ تفضلي. مدام لو سمحتي، بس في معلومة حابة أقول لك إياها. إنه سلوى بنت غنية ومقتدرة كتير، وهي اللي تكفلت بكل تكاليف العملية وأجور إقامة بالمشفى. عن إذنك.